أمام البيت الأبيض. تنضم إلي مراسلة العربي ريما أبو حمدي. ريما، نواكب معك هذه المظاهرة التي نشاهد لقطات أيضا منها أمام البيت الأبيض، تحتج على الدعم الأمريكي لإسرائيل. نبدأ معك من المظاهرة، وأيضا ارصدي لنا جملة المواقف الأمريكية المتعلقة بما جرى في انتصارات اليوم. نعم زاهر، سأبتعد وأدع الصورة تتحدث. نحن أمام البيت الأبيض الآن. الآلاف بدأوا بالتوافد إلى هذه المظاهرة التي دعت إليها ونظمتها عدد من المنظمات الداعية لوقف الحرب في قطاع غزة والمناصرة للقضايا الفلسطينية. والعنوان الأبرز لهذه المظاهرة اليوم هو الخط الأحمر، الخط الأحمر الذي تحدث عنه بايدن عندما تحدث عن عملية عسكرية كبيرة في رفح. يقول هؤلاء المتظاهرون إنه تم تخطيه ولم يلتزم به الإسرائيليون كما لم يلتزم به أيضا بايدن. أبدأ من هذه الصورة على الأرض كما ترون باللون الأحمر، يضع المتظاهرون بصماتهم داعين الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار، دعم وقف لإطلاق النار، ولكن أيضا يقولون إن أيادي الإدارة الأمريكية ملطخة بالدماء. اللافتات كما ترون أيضا كلها إما حمراء، وهذا مظهر جديد زاهر هنا في هذه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الداعمة لوقف إطلاق النار اليوم. كما قلت العنوان الأكبر هو وقف إطلاق النار، هو الخط الأحمر الذي تحدث عنه بايدن والذي لم تلتزم به إسرائيل، ما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين خاصة من الأطفال والنساء. حول البيت الأبيض يلف هؤلاء المتظاهرون، يقفون حول البيت الأبيض، يدورون حوله الآن، يحملون هذه اللافتات، يطالبون بوقف إطلاق النار، يقولون إن الرئيس الأمريكي شريك في ما يصفونه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون. وفقط أشير إلى أن الأعداد اليوم كبيرة جدا. البعض تحدث قال إن أكثر من 15 حافلة حضرت فقط من فلوريدا. المتظاهرون هنا حضروا من شتى أرجاء الولايات المتحدة بالحافلات أو بالطائرات للمشاركة في هذه المظاهرة الحاشدة. قبل بدء هذه المظاهرة كانت السلطات الأمريكية أقامت حاجزا حول البيت الأبيض، في محيط البيت الأبيض، ما يمنع المتظاهرين من الاقتراب من البيت الأبيض تحضيرا أو استباقا لهذه المظاهرة. ولكن الآن مع كل هذه لربما كما يصفها البعض العراقيل، المتظاهرون هنا يحملون اللافتات، يطالبون الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار. هناك ممثلون عن منظمات مختلفة بهذه التظاهرة، منظمات يهودية، منظمات عربية، منظمات أمريكية، تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة المحاصر. تقول إنهم يرفضون الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل والذي يؤدي إلى سقوط الضحايا المدنيين خاصة بين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، ويقولون أن مثل هذه المظاهرات مستمرة إلى حين تحقيق وقف لإطلاق النار. ولكن من أولئك الذين تحدثت معهم زاهر يبدو أنهم فقدوا الأمل بإمكانية أن يقوم هذا الرئيس الأمريكي بوقف الحرب في قطاع غزة، خاصة كما يقولون بعد ما حدث اليوم في انصيرات، مخيم انصيرات، وما التقارير التي تتحدث عن إمكانية مشاركة أمريكية أو على الأقل موافقة أمريكية لهذه العملية العسكرية التي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء الفلسطينيين في العملية العسكرية التي أدت إلى تحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين، ولكن في ذات الوقت راح المئات من الفلسطينيين ضحايا لهذه العملية العسكرية. الإدارة الأمريكية كما سمعنا من الرئيس الأمريكي تقول إنها توافق أو تؤيد أي عمل إسرائيلي يؤدي إلى تحرير الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين، ولكن بذات الوقت تقول إن وقف إطلاق النار، إن مقترح وقف إطلاق النار سيفضي بنهاية المطاف إلى إطلاق سراح
الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة المحاصر. كما ترون زاهر أيضا اللافتات كما نرى هنا Jews for Palestine, Jews against genocide, يهود مع فلسطين, يهود ضد الإبادة, المطالبين بوقف كافة أشكال الدعم العسكري خاصة العسكري لإسرائيل, ويقولون أن الوقت حان لوقف الإمدادات العسكرية المستمرة من قبل الولايات المتحدة إلى إسرائيل, والتي هذه الأسلحة تشارك أو يتم استخدامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر. مرة أخرى مظاهرة حاشدة, العنوان الأكبر هو الخط الأحمر كما نرى من هذه اللافتات, الخط الأحمر الذي لم تلتزم به إسرائيل, كان الرئيس الأمريكي وضعه لعمليات عسكرية كبيرة في رفح, ولكن يقول المتظاهرون لم تلتزم إسرائيل, ما زالت تقوم بعملياتها العسكرية بشكل متواصل في قطاع غزة, وما يقولون إنه خط أحمر وضعه الرئيس الأمريكي تم تجاوزه من قبل إسرائيل مرات ومرات, ولكن لم يكن لدى الإدارة الأمريكية القدرة على وقف هذه المجازر كما يصفونها من قبل قوات الاحتلال. مرة أخرى أيضا المتظاهرون حضروا من شتى أرجاء الولايات المتحدة للمشاركة بهذه المظاهرة, وكانوا قد أحاطوا كما نرى البيت الأبيض من جميع جهاته من قبل المتظاهرين الذين يحملون لافتات مختلفة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة. نعم.